بات الحلم قريبا يا رب، قدرنا يا رب. منتخب مصر بيستعد للقاء الحاسم امام السنغال. كيروش عمل اللي ما يعمل بصراحه. طيب كيروش يستدعي بديلين للونش وعبد المنعم قبل موقعه الحسم، مش كده؟ حلو جدا. السؤال بقى، يا ترى هل ترى مين بديل عبد المنعم ومين بديل الونش؟ خلونا ناخد معانا على التليفون بكل ترحيب ناقدنا الرياضي الكبير محمد عراقي. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ يوسف، يعني منور كعادتك، واهلا بنورك. بكل متابعينك طبعا في قناه مصر الاولى. الله يخليك يا رب. البدائل يا عراقي. يعني خلينا في البدايه بس، يعني طبعا بنوجه التهنئه لكل الشعب المصري طبعا على الفوز بتاع امبارح. طبعا هي لسه الجوله الاولى، ولكن اكيد الفوز على منتخب بحجم المنتخب السنغالي اللي هو دلوقتي في التصنيف هو افضل منتخب في افريقيا، بهدف دور ان احنا يدخل مرمانا هدف، اكيد دي نتيجه كويسه. كان ممكن يكون في نتائج طبعا افضل من كده، ولكن خلينا برضو نحط الموضوع في نصابه يا استاذ يوسف، ان فعلا السنغال منتخب كبير ومنتخب قوي ومنتخب يملك عناصر يعني كلها تقريبا بتلعب في الدوريات الخمسه الكبرى في اوروبا. ده برضو لا يقلل من نجومنا ومن لاعبتنا اللي فعلا كانوا رجاله وكانوا على قد المسؤوليه، وطبعا اكيد الجهاز الفني بقياده مستر كيروش. وانا عجبني طبعا يعني اشادتك، لان فعلا في ناس كتير بتتكلم عن الموضوع كان السنغال ده مثلا منتخب درجه ثالثه او درجه رابعه احنا بنلعبه. لا يا جماعه، احنا بنلاعب افضل منتخب في افريقيا، فبالتالي الحسابات مختلفه شويه. وكان الهم بتاع مستر كيروش والهم بتاع الجهاز الفني ان المباراه الاولى ما يحصلش او ما نستقبلش هدف في مرمانا، لان احنا طبعا زي ما احنا عارفين ان لسه قاعده احتساب الهدف خارج الارض بهدفين لسه موجوده، فبالتالي الضغوط وان شاء الله هتكون موجوده على المنتخب السنغالي، هو هتبقى على ارضه في مباراه العوده، لان ان شاء الله باذن الله بمجرد احرازنا هدف واحد بس هنقتل المباراه ونخلص الدنيا خالص باذن الله. هتدخل بقى في سؤالك طبعا بالنسبه للبودلة، يعني برضه الله يكون في عون مستر كيروش برضه في قصه الاصابات، يمكن اكرم توفيق في بطوله افريقيا خصوصا طبعا في خط الدفاع اللي يعني بيعاني بشكل كبير في الفتره الاخيره في منتخبنا. اكرم توفيق بعد تألقه الكبير وحجز مكانه في منتخب مصر تعرض طبعا لاصابه الرباط الصليبي. عمر كمال دخل، بعد كده دخل عمر جابر، يعني كلهم رجاله طبعا، ولكن برضو تغييرات كتير في خط الدفاع. قلب الدفاع بقى النهارده كان يعني احمد حجازي، خسرنا احمد حجازي قبل التصفيات بعد اصابته الطويله. ابتدى الاعتماد على محمد عبد المنعم الصاعد الواعد وجنبه الونش، يعني بقدر يعني مره واحده كده الاثنين يكونوا غايبين عن مباراه العوده. طبعا الونش بسبب تراكم الانذارات، ومحمد عبد المنعم اللي بيتمنى له طبعا السلامه بعد اجراءه جراحه عاجله النهارده في الانف، طبعا بعد اصابته الكسر في الانف بعد تدخل ساديو ماني عليه، فبالتالي خسرت قلبين الدفاع كمان الاساسيين. دخل طبعا مستر كيروش يستدعي اثنين مدافعين جداد ما كانوش معاه الفتره اللي فاتت، وهم علي جابر ورامي ربيعه. علي جابر طبعا مدافع بيراميدز ورامي ربيعه مدافع النادي الاهلي، ولكن كلنا ثقه في رجالتنا سواء الاثنين اللي انضموا جديد او ياسر ابراهيم اللي شارك بشكل كويس جدا بعد اصابه محمد عبد المنعم في المباراه الاولى وظهر بشكل كويس جدا، وطبعا اكيد كمان محمود علاء مدافع نادي الزمالك، يعني كلهم رجاله وان شاء الله باذن الله يشرفونا باذن الله. دي صخور الدفاع. طب وماذا عن الونش؟ يمكن الونش خلاص، يعني هو رغم ان سفره مع البعثه ان شاء الله بكره في تمرين صباحي الساعه 10 صباحا في ملعب الدفاع الجوي، بعدها هيطير منتخبنا باذن الله بالف سلامه ان شاء الله لدكار في رحله طبعا خاصه لدكار اللي بدأ بقى يعني مشوار او رحله العمر رحله الحلم باذن الله. الونش رغم طبعا غيابه عن المباراه، تاكد غيابه عن المباراه بعد طبعا ارسال منتخبنا خطاب للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، وفعلا جه الرد ان فعلا الونش هيغيب عن المباراه بسبب تراكم الانذارات، ولكن مستر كيروش قرر ان الونش هيكون موجود باذن الله مع منتخبنا في الرحله رغم غيابه. دي طبعا حاجه دعم من كيروش للونش على مجهوده الكبير مع المنتخب في الفتره الاخيره، ان باذن الله ربنا كرمنا بحلم الصعود يكون موجود مع زمايله ويحتفل مع زمايله باذن الله، وفي نفس الوقت برضو اكيد هيساعده في التدريبات، ان هو لو عايز يطبق حاجات معينه في التدريبات هيساعده برضو في التدريبات لحد موعد المباراه، حتى في حاله عدم وجوده سواء في التشكيله طبعا الاساسيه او الاحتياطيه بسبب غيابه بسبب الايقاف. ولكن يعني خلاص الونش تاكد غيابه بشكل رسمي، محمد عبد المنعم تاكد غيابه بشكل رسمي، ولكن كلنا ثقه برضو في الرجاله اللي تم استدعائها والرجاله اللي موجوده ولاعيبتنا اللي موجودين كلهم طبعا سواء خط الدفاع او باقي خطوط الملعب بقياده طبعا لاعبنا ونجمنا الكبير محمد صلاح اللي يعني تعرض لانتقادات كبيره وهو جبل الفتره اللي فاتت بصراحه، ورغم كده يعني بيقود منتخبنا بمنتهى الثبات وهو طبعا اللي احرز الهدف، ويعني ان شاء الله باذن الله يا استاذ يوسف لو وقتك يسمح بعد كده
يا سلام، بعد ما ربنا يكرمنا بحلم الصعود هتكلم معاك يا واحكي لك ريت. كواليس كتير جدا جدا محمد صلاح عملها، يعني خليها دي مش وقتها، ولكن في كواليس كتير جدا جدا عن طريقه محمد صلاح في التعامل مع اللعيبه، النصائح اللي كان بيديها صلاح للعيبه طوال الفتره اللي فاتت قبل حتى المعسكر، كان بينصح لعيب لعيب في اكله، وبينصح لعيب لعيب في شربه، وطول الوقت بيوجه فويس مسج اللعيبه على الجروب اللي هم عاملينه على الواتساب ازاي يتعاملوا مع المواقف ايوه المختلفه. وحتى كيروش لما اتضايق وزعل من بعض اللعيبه بسبب تراجع اداء بعض اللعيبه، ولما وصل له ان في بعض اللعيبه بتتعالى، ابتدى يتكلم مع صلاح، وصلاح اتكلم مع اللعيبه واكد لهم ان ده ما ينفعش، وفعلا ده ظهرت اثاره في الفتره الاخيره، واللعيبه دي استعادت مستواها تاني وكانوا موجودين مع منتخبنا في مباراه السنغال. بإذن الله خير. طيب يمكن ده برضو بيخليني أسأل ليه الأسئلة بتاعت كل الناس، يا ترى هل ترى احنا هنلعب ازاي في المباراة القادمة، او ترجيح عراقي للمباراة القادمة في تكنيك اللاعب هيبقى ايه؟ يعني خلينا يعني طول الوقت المباريات اللي شبه كده دي بتبقى زيوسف بتخلص بالتفاصيل الصغيره، دايما الكوره يقول لك بتلعب على التفاصيل الصغيره جدا جدا جدا. دلوقتي اليو سي تي وكيروش بقوا لبعض كتاب مفتوح بعد مواجهتهم في نهائي طبعا افريقيا، وطبعا خساره منتخبنا المباراه النهائيه بضربات الترجيح، ومواجهتهم تاني امبارح في مباراه الذهاب ونجاح منتخبنا في الفوز ب1-0. فخلينا متاكدين ان يعني فعلا فعلا يعني المنتخبين بقوا لبعض كتاب مفتوح، الاثنين مدربين لبعض بقوا كتاب مفتوح، فاكيد المواجهه هتبقى على مستوى عالي جدا، على مستوى كبير جدا جدا جدا. ولكن انا متاكد ان مستر كيروش يعني هيبتدي يامن دفاعاته بشكل كبير زي ما امنها في المباراه الاولى، وهيبتدي يلعب على الهجمات المرتده، خصوصا ان هو هيبقى عارف ومتاكد ان الضغوط هتكون اكتر على المنتخب السنغالي، لان اي هدف هيقدر ينجح يسجله زي ما قلنا لك، زي ما قلت لك يا يوسف، اي منتخب اي هدف هيقدر يسجله منتخبنا هيكون عامل ضغط كبير جدا جدا على المنتخب السنغالي، لانه هيحتسب ساعتها بهدفين، فبالتالي المنتخب السنغالي هيكون مطالب باحراز 3 اهداف مش هدفين بس حتى عشان يتمكن من الصعود، فبالتالي الضغوط هتكون على المنتخب السنغالي. كمان الملعب المباراه العوده هيكون في دكار، ده ملعب جديد ما اتلعبش عليه قبل كده، بيسع حوالي من 60 ل 70 الف متفرج، ويعني دي برضو انا شايفها بشوفها ميزه لمنتخبنا ان الملعب ده المنتخب السنغالي ما لعبش عليه قبل كده. واعتقد كمان ان الجمهور ممكن يكون عامل ضغط لو احنا ان شاء الله وقفنا على رجلينا وكان عندنا ثبات انفعالي في اول مباراه وقدرنا نحافظ على نتيجتها 0-0 لحد مثلا مرور نص ساعه ولا حاجه، باذن الله باذن الله ممكن كمان نلعب على الفوز هناك في دكار، مفيش حاجه بعيده، لعبتنا رجاله واحنا نملك منتخب قوي في عناصر كبيره بقياده محمد صلاح، وكمان نملك جهاز فني محترم بقياده مستر كيروش. باذن الله باذن الله، يعني هنكثف هجوم على السنغال. يعني باذن الله باذن يا الله باذن الله ان شاء الله، يعني كلنا متفائلين بعد المباراه، انا شايف ان يعني احنا بنواجه منتخب كبير قوي قوي قوي، هو المصنف رقم واحد، فبالتالي انت لما ان شاء الله باذن الله تقدر تفوز عليه تحقق انجاز كبير، انجاز يحسب لكل المصريين، وهيكون تعويض عن خساره كاس افريقيا طبعا من المباراه النهائيه اللي احنا كنا يعني مش هنقول الاحق، لان برضو السنغال ادت مباراه قويه، يعني قدمنا مجهود كبير ولعبنا تقريبا مباراه زياده عن السنغال بالمباراه النهائيه بسبب لعب اكتر من وقت اضافي قبل المباراه النهائيه، ولكن اعتقد ان يعني الصعود لكاس العالم هيكون خير مكافاه وخير تعويض للمصريين وخير تعويض لرجالتنا على اللي حصل في بطوله افريقيا، وباذن الله يكون الصعود كاس العالم هو يعني اللي هيخلي الجيل ده زي ما صلاح قال للعيبه برضه في احد يعني رسائله للعيبه، الكاس العالم دوت او الصعود لكاس العالم هيكون بمثابه يعني اللي يخلي يسرد او يبروز كل اللي عمله الجيل ده الفترات اللي فاتت، سواء باللي عمله بطوله افريقيا او اللي قبليه حتى بصعوده لكاس العالم اللي فات، الصعود لكاس العالم ده هياكد ان الجيل ده واحد من اهم اجيال الكره المصريه، لما جيل يصعد لكاس العالم مرتين متتاليتين اكيد ده جيل استثنائي في الكره المصريه، ما اعتقدش ما حصلتش قبل كده في تاريخ الكره المصريه، فلما تحصل تاني ما تحصل اكيد هيكون انجاز يحسب لصلاح ورفاقه، فان شاء الله باذن الله انا متاكد ان رجالتنا كالعاده دايما احنا كمصريين كده بنظهر في الوقت الصعب وبنظهر في الاوقات القويه والشديده، باذن الله يقدروا يحققوا الصعود ويجيبوا الصعود من مباراه العوده، واحنا حتى من قبل مباراه الذهاب عارفين ان الصعود هيكون في مباراه العوده في دكار، لان هي المباراه الثانيه تقريبا هي اللي بتخلص كل حاجه، ما دام نتيجه مباراه الذهاب مش هتبقى كبيره، يعني طبيعي عمر مباراه مصر والسنغال ما هتبقى كبيره، لان هم منتخبين كبار ومنتخبين بيملكوا يعني لعيبه ومجموعه لعيبه هي يعني من اعظم اللعيبه في العالم. صحيح، انا بشكرك جدا 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 ناقدنا الرياضي الكبير والمحترم الاستاذ محمد عراقي، في انتظار باذن الله المباراه القادمه ما بين مصر والسنغال، وبعد كده بقى نقعد مع نقادنا ومحللينا نتناقش في انه ان شاء الله يعني ساعتها ازاي عرفنا نكسب هذه المباراه وما الى ذلك، ونحلل الماتش ده سوا.